هاي ملاحظات اجتماع بكره، رح اتركهم هون على المكتب ماجد بيك. شكرا لك. انور بيك رح يتعين مكانه حدا. ما تنشروا هلا اعلان توظيف. اكيد ما في لزوم. كريم بيك وظفني مكان انور اليوم. تفضلي اطلعي. فكرت عندك علم بالموضوع. شو خبرتي؟ طبعا ميرا، كل خطوة بيخطيها ماجد وكل نفس بيتنفسه بدي أعرفه. ما تاكل هم، بس مع هيك إذا بدك شي على المضمون، هو ونيفين بأسرع وقت لازم يكونوا متزوجين. كيفك عمو كريم؟ نيفين، ماجد إله كم يوم كركب شوي، هلأ هو بحاجتك وإنتي لازم تمنعيه عن تصرفاته الغلط. بس أنا عملت اللي بيطلع بإيدي أعمله، وهلأ صار وقت إنه ماجد يعمل شي حتى ما يغلط. يعني؟ يعني ماجد وناريمان على علاقة، يعني زد حاله بالحفرة ووقع فيها. اسمعيني، انت وماجد عمو كريم الحكي كان زمان، هلأ صار في ماجد وناريمان، يعني إذا حامل هم ماجد ومستقبله جاي ما دخلني فيه، ناريمان مستقبله. بعتقد اقتنع بوجهة نظري.